عادل الف مبروك، قضيه قفشه حسمت المباراه لصالح النادي الاهلي. طب يا كابتن مبروك الاول، 3 نقاط مهمين جدا، 4 حاجات النهارده انا اتبسطت بينهم، ويمكن هم اللي اختصر لك الموضوع من وجهه نظري. ماشي. اول حاجه دي نقاط الثقه للنادي الاهلي. تمام. تاني حاجه الضغط على بيراميدز. تالت حاجه ودي المهم، رجوع ديانج من وجهه نظري اللي ما ينفعش يقعد. من افضل لعيبه الدوري. وانا بقول ان ديانج ده امكانياته كمان اعلى من الدوري المصري. ممكن يلعب في دوريات اقوى من كده. وبالتالي قفشه كمان. مبروك لقفشه القاضيه ورجوعه وثقته. قفشه برضو من اللعيبه اللي لازم يبقى ليها ادوار كبيره قوي في الفرقه. لكن في الاخر احنا سعداء ان احنا قربنا المسافه 8 نقاط، ولكن برضو لسه بدري. طبعا. الماتشات اللي جايه صعبه عليك. انت محطه. انا من عادتي بقول دايما ان ال3 نقاط بفتح كده الدرج وبحطهم فيها وما بسالش عنهم. هم النهارده 6 نقاط، لكن الستة هيتحسبوا لك في الاخر. لانك مزبوط. انت النهارده عطلت بيراميدز في مباراة كسبت. زيادة وانت كسبت. خدت 3 نقاط وعطلت وخدت مباراة زيادة مؤجلة. مزبوط. دلوقتي انت لسه عندك ال4 مباريات المؤجلين. لو كسبت ال4 مباريات ومنهم بيراميدز ممكن يبقى الفرق هيبقى حوالي بيتهيألي 7 نقاط. مش 4، لان 4 لان كان نقطة ومكسب 3 النهاردة. ولو كسبته تاني ان شاء الله خلينا في اللي احنا كسبناه نفرح بيه الاول. لكن انا عاوز اقول لك حاجه، ده مش وقت فرح خلاص. انا عارف انه الفرقه فهتدخل بقى في حته المباراه القادمه، بس انا النهارده شويه علامات كده عجبتني جدا. يعني العلامه الاولانيه ديانج بعده، ولكن نزل عنده اصرار وعنده عزيمه وعنده فكر وجاهز. وحتى لو انت لاحظت ان ديانج ساعدت بيه النهارده، لاحظت ان وزنه خف كمان. والجري بتاعه اخف وعنده خفيه حركه. تاني حاجه قفشه، رغم كل هذا وقفشه قاعد بره كتير، ولكن قفشه لعيب مهم جدا للغايه. قفشه من اهم اللعيبه المهمين في الاوقات. ممكن ما يدكش حاجات كده، لكن بيديك اجوان فيها قضيه او فيها حاجات كتيره قوي. النهارده اداك 3 نقاط، ودايما اجوان قفشه بتبقى حلوه. فانا اتمنى من مستر كولر انه الايام اللي جايه يعتمد على قفشه ويعتمد على ديانج، لانهم هيعملوا لنا فارق وفارق كبير. ولكن في الاخر مبروك علينا ال3 نقاط، مبروك علينا قربنا البيراميد شويه، قربنا شويه، ولكن في الاخر خلاص النقاط انتهت. لسه بدري قوي على الدوري. الدوري ما زال صعب، وبقولها وانا بعلنها اهو وانا قاعد. الدوري لسه صعب. مش كونك انك سبت بيراميدز النهارده انت خدت الدوري، لا خالص. انت عندك ظروف صعبة جدا، لانك انت متأخر 4 مباريات عن بيراميدز. لو كسبت ال4 مباريات وفيهم بيراميدز، ممكن اقول لك الدوري اتحسم. لو كسبت ال4 المؤجلين زائد بيراميدز. لكن عادتي ان انا بقول لو الفرق ناقص مباريتين وانا عندي 7 نقاط، اقول مبروك عليك الدوري. لكن الدوري لسه في الملعب، واللعيبة لازم تجتهد. ونحمد الله النهاردة على الفوز، لانه كان فوز معنوي وفوز يعني في توفيق من عند ربنا. الحمد لله.